السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وعاد نغسر دواتي بشي رمضان بركة يا خير كبدنيد. وحلق قدبون قفك مسلم كا وقت كان سوق قاره إنو بشي رمضان قد ديار قروبو الرمو آدياد مهمو الرمو آسي وكدقا يمد أجر يا خير هلاه دانو رمضان قارين هدي الله سبحانه وتعالى رمضان قارسيانا كعاوين أي إنو كفايدة استر رمضان خير كي بركات كا يا كرامات كي الله سبحانه وتعالى وقلي الرماه سوى حكوكا العزيمة الصادقة على اغتنام أوقات رمضان بالخيرات والطاعات قفك مسلم كا إنتان رمضان قاري وإنو قوان صدو أولي ما دقوا عن قلبك سكسو قوة إنو كقفا إذا استبش رمضان خيري وحي الله سبحانه وتعالى أدوية يك صايق هذا الشدا واختي هذا بركة بدن وقصايق تو إلى لقاء الله سبحانه وتعالى إلى إلى كل كيس قوانك وأصل كي أساس كأعماش صالحة يتحن لبضبع وفك خير قوان صدا إلى هاي سبحانه وتعالى قلبي جيس تاسيو كو قادو ربي سبحانه وتعالى خير كاسوا فتشينيا ونفضو دينيا كنا عاوين يا ربي سبحانه وتعالى وكالمين يا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم هدو إلى هاي قلوبته بخير كو قال لها يا نياد يا قوام وناكسا يا إني قلوبته ودي أرسمت هاي إيمانك يا طاعة يا عماشة صالحة إلى هاي سبحانه وتعالى وحكدق لها كو قرآن كمقلا مقل أي كهنونان وصاب نقض إيمان يستقام يتوصنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وحيابا إلهي وكبر يتشري ويديسان تشري إن بدن وحكم دها إنو إلهي سبحانه وتعالى كو أرزاق قوان وقوان سدونا قسمين تيس يشرك يحمان تاك قابس شديس فمن دعائه عليه الصلاة والسلام أسألك العزيمة على الرشد إلى وحن كويدي سنة يا إن قوان الله هذا هنونك يتوصن أنت أيها العبد المسلم ما أنت أداد قوان سطو بس بشر رمضان أدداشو وقت يدى إذا خير كي يبرا كذا بضن أدك غني ميستو وإذا عدى إني قيرد كوتي ما دوانا دعي كرتا يدى رمضان لقارين إلهي سبحانه وتعالى قوان كاسي وناكسا ينيا داسي صالحا أيكوا أجر سينيا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح المقيم أدونك أدوحا وصدو أما بس وصعداله وحلو قرابو رسولك عليه الصلاة والسلام أعماش السمين شري مركو عافمات كقبي أي وهامدان سعداء لهين النقي وأيو وحني يسنا هدو إلى هاي عافمات سيئو صفر كم مشقوليانا آلو قلين أعماشها صالحين السمائي قوان كيسا ياسداسي أها وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر عنه والحديث في البخاري ومسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قال الصحابة وهم بالمدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالمدينة حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر نبي عليه الصلاة والسلام سفر جهاد بوغالي صحابة قاربا لسعدي
intii la socotay buu la hadlay wuxuu yidhi masaafo kastoo aad socod ku goyseen tog iyo doox kastoo aad ka tallowdeen rag madiina jooga ayaa ajarkaad ka hesheen mid la kaalay saxaabada way yaabeen waxay yidhi iyagoo madiina jooga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyagoo madiina jooga go-aankooda wuxuu go-aankooda ahaa inay jihaadkaasi u baxaan oo camalka saalixa ay sameeyaan laakiin cudurdaar baa reebay sida xanuun oo kale ilaahay subxaana wa tacaala go-aankoodii fiicnaa casiimatuhum asaadiqa waniyatuhum asaalixa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqay walihaada dadkii saalixiinta ah ubadkooda iyo dadkaba waxay u dardaarmi jireen inay khayrka niyaystaan intaanay wakhtigiisaba gaadhin qaala alimaamu axmedu raximahu llah libnihi ya bunaya inwi lkhayr fainaka laa tazaalu bikhayrin maa nawayta alkhayra inankayga uu khayrka weligaaba niyaysa buuli oo qalbiga ka go-aanso inaad samayn doonto khayr ka suulimaysid inta aad khayrka niyaysato faanta bikhayr niyada saalixa iyo go-aanka fiicani sidaasi ayaa ajar loogu helayaa haddii aanad camalkii aanu kuu suurtoobin oo cudurdaaru kaa hor istaago haddii kalena ilaahay subxaana wa tacaala niyadaadaasi saalixa ah sababteed wuxuu ku waafajinayaa khayrka samayntiisa wayuyasiruhu lak wayuciinuhu calayk oo kuu fudaynaya ilaahay subxaana wa tacaala waana kugu kaalmaynaya arrinka labaad wuxuu yahay yaa cibaadullah ay tahay rabadaan horteed inaynu samayno an nukthira min attawbati waalistikfaar inaynu toobad keenka fara badino iyo istikfaarta ilaahay subxaana wa tacaala in badan inaynu dembi dhaaf weydiisanno an nukthira min qowl allahuma ikfir lana allahuma inaa nastakfiruka wa natuubu ilayk khalad iyo gef waxaynu isku ognahayna ilaahay inaynu uga toobad keenno sababta aynu taa u leenahay waxay tahay yaa cibaadallah rabadaan waa shahru lkhayraat waalbarakaat waalkaraamaat alcadiima khayr iyo barako fara badan buu ilaahay rabadaan geliyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu geliyey arrimo waaweyn oo addoomihiisa uu ku maamuuso bishaas wa acdamu maa yuxramu bihi alcabdu alkhayru waalbarakatu waalkaraamatu almacaasi waxa u weyn ee addoonku uu kaga qado barakaadka ilaahay iyo khayraadkiisa iyo karaamaadka iyo maamuusiyada rabbi waa macsiyada weeye macsiyada ayaa sababu ah waayo macsiyadu addoonka qalbigiisa ay madoobeynaysaa ay daboolaysaa waxay ka dhigaysaa mid aan khayrka arkahayn waxay ka dhigaysaa mid aanu khayrku u dhadhamahayn waxay ka dhigaysaa mid aan khayrka jeclayn aan u boholiyoobahayn waxay ka dhigaysaa mid aan khayrka u soo jeedin kamaa qaala rabbuna subxaanah kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun quluubtoodii waxaa daboolay oo sida daxalku birta u dulfuulay xumaanihii ay samaynayeen qalbi ay xumaani dahadho ay dabooshay muxuu arki doonaa muxuu dhadhamin doonaa muxuu jeclaan doonaa waa qalbi buka oo xanuunsanaya walihaada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay aayado badan oo tilmaamaya istikfaarta iyo toobadkeenku inay sabab u tahay in addoonku karaamaadka ilaahay inuu helo nabiyullaahi Sulaymaan ilaahay maruu ka hadlayay wuxuu yidhi rabbi ikfir lii wahab lii mulka laa yunbaqi li axadin min bacdi undur kayfa qarana bayna alistikfaar waalfawzi bimakfirati illah wa bayna alwusuuli ilaa hadihi alkaraamati alcadiima u fiirsa siduu u xidhiidhiyey inuu ilaahay u dembi dhaafo dembiga uu ka maydho iyo inuu gaadho karaamadaa weyn oo aynu ilaahay siiyo mulki aan u habboonayn cidiisaa ka dambaysa oo cidiisaa ka dambaysa aanay gaadhin taasi maxay tilmaamaysaa karaamaadka iyo khayraadka iyo barakaadka adduunyo
وحاوين الجوجا ري صابت وعي وطوبت كان كي استغفرت وحاوين ودراني ادومو هاي كقدانا ومعاصيدا يدا بيدا إلهي سبحانه وتعالى أيضا بضمه معناها أنه عاصي وكشاك ولهذا وفي رسول مركة عائشة رضي الله عنها رسولك ويديسي هدانه قادة هبينك الليلة القدر قوية محاني رهضة سروين ما كتير تدعاده ورسولك عائشة وشاك قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليلة القدر فيها خيرات وبركات وكرامات عظيمة. قف معاصي أي دردرتي وقلبي جي سحنون يبو كان يكون ردي وإن ترتي أما إن الدراي وصابتي خير كاسو مقال ما يقلبي جي سلو ومسو تشيدو ونردر دمي ما أيو. ولهذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحقوده تلمامي عائشة وإن يهبين كاسي فربني سيني لا يعفي سويديسته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفسك إلهي مركز هشو أي بركاتك أي خيراتك أي وناقيدة أي كراماتك إلهي ليلة القدر أي قدار رمضان وقلينا مركز سيد هليسا مركز نفطه طاهرة والنظيفة أرند استحضوا عيتاي والإكثار من الدعاء إنك استوائن الدداء الله دوم الدعافة وعاجزون بارون هاي ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله وحي لهي نوافتشي ولا قموا يانا وحكا لبسا ما ينكرنا وحانو إلهي نوبو كالمين مفو لنكرنا ولهذا خير كادوياك آخر الله بضبا وإن إلهي سبحانه وتعالى إنو كبارنا انتانا ربدان قارن إلهي إن بدن ويدسا إلهي ربدان إنو كقارسي وحكا لد إلهي سبحانه وتعالى ويدستا أن يعينك على الاغتنام من أوقاتها المباركة إن إلهيك وكالميك وافتشيه كغني ميسيك واختيض الرمضان بركيسا. فقد روى الترمذي في سننه عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا أن تقول الدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ إلهي الدرادي بانكوش عليه حكت تجين صلاة كاستد بدادينا تراضو إلهي إيقو عاويو إيقو كالمي ذكري قاقة إنا انفرب بديو حسكاقة ما هدنا قاقة إلهي عبادة وناك إنا انكسي فوبو إيقو عاوي وإيقو كالمي. نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبا الرموت بو إنو قولت تليار إنتا كواد وحي تاي وحن نفعي وحتري لو إنو لينين كود دالو إيوه أودين يحيلدين كما قاري كرنيه إلهي إلين ويديسنو الإعانة على ذلك أرنك إنه كالمي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحن نفعي واحتركوا لك الدلال وعمر قاقي واخت قاقاك خسارن وحن واحتركوا لهين. إلهي سبحانه وتعالى كالمو يديسو لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. ولهذا أبا النبي عليه الصلاة والسلام يسقو النبي إلهي وددك إلهي وقو يقاني وقو علمي بدنا وقو خير جعلا وقو خير سمين بدنا إلهي إن بدن ويدي سنشري الهدى يا إلهي هنون كين وفضو دايو مركاد دعاء سينا raad weyn bay ku yeelanaysa rabadaan hadaad gaadho waxaad sameeyneysaa arinta afraad waxay tahay wa tahiyatu nafsi li shahr ramadan wadaragtay noo rabadaan ta waxa badan baa lagu diyaar garoobaa shaqooyin badan oo adduunyo oo rabadaan la fulin doono ayaa rabadaan koor loo si diyaar garoobaa wad ogtihiin dadka dharka iibiyo iyo agabka kale ee dadku ay isticmaalaan رمضان لو بلاد ما صدق بلاد كهر بع السفر كاي رمضان وقول تلاقي لي اللي يعيد رمضان أي سيد ديران وهكذا قف ولباق قرشاد دوية أيون رشل وكلية
قرشها سو جوان صدي أو دكستي أسباب تسينا وليمي خير كي بركة يا كرامات كي إلهي بشر رمضان وقليي أي أم مدن النفط الله دياري نفط روينة سيق لسو الشوق به اليوم أيو به اليوم يسو قاريتان كبشر رمضان وهذه هذا وجع علي سر السير رمضان يقعدوا يدك دكس يا يدك دكس أنا سارن كنوع عصية إيو إن السماء يصب شر رمضان ما يرضي الله سبحانه وتعالى وحيابها تا كوجع وين يروح كم إذا أن تعرف قدر هذا الموسم العظيم إن أتقرته وقت جاءت كويني قيمة هي قدر كإله يكتسب كل يعي عدد سدى يشون نفط عدد سدى وسيد ياريسه وحصوصنا أنت بشر رمضان شعيل كأبو قبتين تقعدين تكفى إذا سبته أي نفط أو عرماه سكوسهم رمضان رمضان واحد قال الدون تا أديكوا أودي يارسن كفى إذا سجى وقت يده دقيم هابضان هل هل كل دقة قلوا وياي وعجلت إليك ربي لترضى ونكوسه دقدق يا ربي يو سيادر علي وحويان آدي يقن قطع إلهي سبحانه وتعالى الرماها سقيمها بضنا هي نقوها رزاقه ربي نوحي نكبرين رمضان نقارسيه هدوه نقارسينا إلهي سبحانه وتعالى إنو نوافتيك فايديسك وقتك قيمها بضنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحيا بين لقد بين رمضان هرتيت وحاكم دا تعلم فقه الصيام رمضان عبادات فربضان يا إلهي تشديك وفر ليك والصنابة عبادتنا علم كما مارنته والله بشر دي بين لدين إلهي درادي لوصم أيوه نيادة والله إيمان كرا حتى قفك أنا قول ديريد لهايني شردق الله بات سعلم مكوحريهي وعبادات كاسين دو سميسو سيدة إلهي سبحانه وتعالى وچيدي وعلمات مركي طاعة معنيني أنا يفسيري أن وحي رادان وامتثال أوامر الله ونواهيه على الوجه المشروع طاع إلهي بدنو إن أمري معناه الواحد ندوه قال سنتوح إلى هاي كفرات صميسه وحي إلى هاي كودي دينين تكفر توات كديرات أديك الله ماذا بقول أي من يستدي له شرعية له كذي هديك لو واحد صمين إسا عمل الآن لجو كذي أما سيدي له شرعية إسا أنا هين بعض صمين إسا نتيجة الواحد نقول إسا سدور النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفق سمية عمل عن شريعة لي الدين تن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بي وافق سنين لقى أقبل ما يوالق علنية الرماهي ملقد بون وحكم ذا يا عباد الله قبل رمضان التخطيط المسبق للاغتنام من شهر رمضان إن القرشه أسي يا لتوك فايديسك بشهر رمضان صوم نوعي بكو قرشي سنين صومته dad badan ba soo ma laakin soomkoodu waa kala duwan yihiin qaar buu sheegay rasuulku kaleey salaatu wa salaam annahu laysa lahum min siyamihim illa al-ju' wa al-'atash soomkooda gaaji arad mooyna wax kale inaanay ka faa'idin ayu soomin turido an tasuma fi ramadan waxaad doonaa sanad ka soomto intii markii hore xalaasha ku ahayd ee maalinka ramadan laga mamnuucay mise waxaad doonaa sanad soomto soom dhameystiran وحبناها قوده من أي سومان لقى بلاب قلبك عرب كدجها جا إندها جا جعمها جا لقها جا نقول جاجي على وش الله حكى جا قرش السنة سلاة ليل كرمضان حد قرشوسي أصي يالو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من رسولك عليه الصلاة والسلام قرآن كآخرين تيسا حكى جا قرش السنة إم ستشرنا عبد ميسا كا قرش السنة مسه أدو بلا قرشابي كوسو قليسا رمضان دبتنا بلا قرشها سي و بلا عمل بيكاق بحيسا دبتنا دادكو اللبا بش رمضان رابحون يخاسرون كوا معاشي
وفائدية وخسارة خاسرين تتكمل نقول سامس الرابحين النبي عليه الصلاة والسلام وحيلي رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له وخاسر كي رمضان صاق شهر رمضان أي بحضي صقوا السمين أسباب إلهي قدام الدافع درجوين رب سبحانه وتعالى وكره وقاضه صدق قدم حكى أقر شيئا دعوته يا خير كدتك إلا جارسيا حكى أقر شيئا عمرة في رمضان آد بوفض لبضنته ورسول كل عمرة في رمضان تعدل حجة معي هذا هذا يستطيع ولي حوق عاد كوكا هذا حرم كإلهي قرشامك وكتر رمضان إن هذا عمره يستطيع عمر رمضان لعمر يستوى حيوني قان تابون الرسول كو حق أتشارك حج قفك وحجيي صغر نبي محمد عليه الصلاة والسلام للصعودة لابد من تخطيط مسبق لاغتنام شهر رمضان سير الشيء وليبا قرشه وقبا هيا هي أيا رمضان كفايديس يقول سنة قرشه وبا هيا وحيابها رمضان إن أتكفى إذا ستود آدم ودي يرجعونك وعوين كروح كمل يا عبد الله قراءة سير الصالحين دتك يروونك سنة تاريخ دودنا دخلوا كيف كانوا في رمضان رمضان صدي هاي نبي محمد كبلوا عليه الصلاة والسلام صحابة رسول الله أي ما ذي كدم به صدي القرآن كواخرين شرين سوت كان شرين مع حالة دودي إنه لشود إسكبدل الشري بشهر رمضان تخطيط كمطلوب كا الربا يتعي إن تسيقر يستوحى كم إذا ما حد نفته هذا وقر شيء سحقة يسبدل كم ما حد جوان كوا إن نفته هذا تكبدش إيمان كأجين تكبدش خشوع هذا يطاع هذا يا عماش الصالحة مع سيد هذه خلاات كي يقفف كاتسكوك تاي تقصير كي يقع بنت هذا كقصو جن تاي فر الله ذي يسون نهبة وحيا بين لقد بروح كم إذا قبل شهر رمضان إلى نفط رمضان وقد يعني إنه إنه عبادات ككسي الدلالة إنت رمضان بلقارين تهيئة النفس بالعبادات قبل العبادة الكبرى وأمر ورد به الشرع وثبت في الكتاب والسنة إن نفط عبادات كوين لو دياري الله قد دياري عبادات كورية وعبادات كدرة شوسية وارين شريعه الا تم كتابك السنانه كسوغن وصابت صلاه فرل كان لو سنيهي رواتب قبليه سنيال صلاه وكوريه وهذه جراله هرتود لتكدو وهكذا نبي محمد عليه الصلاه والسلام بش انت وبدن وكسوم جري وحي عيد بش شعبان ولماذا ارينتا معنينتيدا هذا لك الدوان بي كيرادين وحانت مودينا يحب بضمتها أنه كان يفعل ذلك تهيئة للنفس لشهر رمضان إنه أرنته سمين شري دياري نفطه ديارينا إيه بشهر رمضان حتى صلاة الليل كرسولك عليه الصلاة والسلام وتكن إيه لبرق عدود وكوب كوبا ونفط صلاة دير وقد دياري أيه رسولك عليه الصلاة والسلام سمين شري أو تكن شري مرك عبادة كده ده على إنتان الرمضان كوسو جلين يدو قلبي كوسيد دبعي وقلبي يخشوع عايز سيج الشيء يتوجه إلى الله إنه حق إلهي وتشيسته يحب طاعة والخير رمضان كوسو قش لكن قلبي يقلل وخير كانوا بس وتشيدين هذا رمضان كوسو قش حتى عدد داشو ديار إنتي سو وقت قادريس مرك رمضان ورتيد قلبي قد ديار يا عبد الله وحين لقدبون أن نصاحب الصالحين الأخيار قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان إن نصاحب كدق ندد كون ولاكسا الرمضان حصوصا إنقن إن حصوصين أي ديار قروبية إن نعاون رمضان إن ديار قرونه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وارنوا باها النفط إن لقوا لددالو ونفط متشعلا إن لقوا صبر سيو إن ذاتك أهل الآخرة أهم قد أوين ويا أهم الآخرة
أدومي إلهي والصالحين وإلهي الوحي السوستان إلى صاحبه هينتو ده الدنيا يراتو منصب كي ميقان كدد كدحو ده كل يهينا هباهو سيئ إلهي أكتسا كي كل يهين باوين كلا صاحبانا لصاحبك أو لصاحب محكوه ليا كو إلهي عابد إيا إلهي حص إيا إلهي بر إيا قل نهر إيا قل اندبابا كو الله صاحب إلهي إن داها كلا لنم أدو قروح لأن الله كان دوية دورية إلهي أدومي سعيدك تقانا مجرتو دبعي قددك أيا السداسة إن إددك أولا أكسن إن داها كلا ليان ودلالا لكي قروح لها الدوية مناسبتها دي مال كيدا إيو قريها دي فوقيا ديدو أي لون يهين إلهي وحين وقد ديقاي إن يوفر السنان وصاحب نددك غفل ديسن يقولون تود إلهي كسي تشهد دار الآخرنا إلو دي طاعة دي خير كان كمرا أموك يريح ولا تطعمنا غفلنا قلبه عن ذكرنا كوة هوانو دا راعي دونست نفتو دا كدورتي إلهي وحو الدوني إدانتا وها الدوني آخربا وتبع هو وكان أمره فروطا إلهي بيانو سبحانه وتعالى كبر يلين رمضان نقار سيو إنا نوافتشين إلا فهو ديارين رمضان انتين نقارين إلهي بيانو كبر يلين إنو إنا نوافتشيو كغنميسك كفايديسك بش رمضان اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووفقهم يا ربنا للعمل والحكم بدينك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم افتح لنا بركات السماوات والأرض يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.